رايح وي. صباحكم بألف خير. السبت 24 أيلول سبتمبر، اليوم هو أول أيام فصل الخريف. اليوم القمر مرافقنا من برج ناري برج الأسد، طبعا الشمس موجودة ببرج الميزان. كيف رح بتكون الأجواء اليوم؟ منبلش مع برج الحمل. مولود برج الحمل، نهارك مفروض يكون جيد نوعا ما، نهار بيحمل لقاءات عاطفية رومانسية عائلية ومهنية أيضا. الأكثر تعبا 7-8-9 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الثور، مولود برج الثور، هنالك بعض الاهتمامات بمسائل بتخصك، مسائل بتخليك تضطر تقابل بعض الأقارب صار لك فترة ما شفتهم، أو يمكن قراب عليك لكن هن بمكان الإقامة يمكن بعاد عندك شوي. بجميع الأحوال في بحث في بعض المسائل يلي بتخصك وبتخصهم عم بتناقشوها سوا. الأكثر حظا 29-30 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الجوزاء، اليوم مولود برج الجوزاء بيعيش بفترة بعتبر هالنهار كتير مميز، نهار بيطل في مولود برج الجوزاء على محيطه بشكل كتير ديناميكي وكتير فعال، وإلك كلمة وصوتك مسموع ورأيك كتير مهم والناس تهتم للأمور بتقوم فيها. فقط حاول أنه ما يصير في طلعة برات الموضوع، يعني ضلك مركز، ضلك ضمن الموضوع، وبتلاقي أنه فعلا كل شيء بتقوم فيه، كل شيء بتحكي بيكون جيد والوقع إيجابي. الأكثر حظا 8-19 حزيران يونيو. بالنسبة لبرج السرطان، هنالك بعض الظروف يلي بتخلي مولود برج السرطان يقعد مع أهله، يقعد مع أفراد عائلته، أو يقعد بينه وبين حاله ويقيم وضعه. كيف كان أول السنة؟ كيف كان سنة الماضية؟ وينه هو هلأ؟ هي فترة بحث وتقييم لأوضاع، يمكن تكون أوضاع مالية، يمكن بسبب مصاريف أو بسبب ديون أو بسبب قروض أو بسبب يمكن استثمارات مقبلية حابب أنت تدخل عليها. انتبه من بعض المسائل الصحية أو الطبية الطارئة. الأكثر تعبا 26-27 حزيران يونيو. بالنسبة لبرج الأسد، من الأيام الحلوة يلي بتخلي مولود برج الأسد يكون شخص جذاب بشخصيته بطلته، حتى من دون ما يحكي من دون ما يقوم بأي عمل، الطاقة من حولك جذابة تجذب لك كل ما هو جديد، كل ما هو منوع، وبتحلحل الأمور. يعني إذا عندك مسألة عالقة تنحل وبتلاقي التسويات، صفحة جديدة. والأكثر حظا 26-27 تموز يوليو. بالنسبة لبرج العذراء، بعتبر هيدا نهار بطيء لبرج العذراء، بعتبره نهار غير مناسب لحتى تقرر على أي شيء مهم أو غير مهم. مولود برج العذراء نهار حلو تستريح فيه، تبعد عن الأشخاص المزعجين اللي بنقوا، نهار يمكن يعاملوك بطريقة شوي بتزعل، تحس أنه ما كتير عطينك اعتبار، ما كتير قارينك، فبالتالي حاول أنه تحصن حالك وتبتعد عن كل ما يمكن أن يزعجك اليوم. نهار مزعج شوي، فبالتالي حلو تستريح فيه وتاخد فيه إجازة. انتبه من تراجع المعنويات، بتبقى الأكثر تعبا هي مواليد آب أغسطس. بالنسبة لبرج الميزان، فترة كتير حلوة لمولود برج الميزان، بعتبرها نهار حتى أحلى من الأيام اللي مرقت بها الأسبوع اللي مرق. اليوم نهار ناشط جدا، اجتماعيا بتكون مولعة، اجتماعيا حتى فيكون باتجاه عائلي، باتجاه مهني، باتجاه فعلا اجتماعي. اليوم شو ما قلت بيصير، يعني إذا بدك خدمة من حدا اطلبها اليوم. الأكثر حظا مولود سبتمبر. بالنسبة لبرج العقرب، بعتبر هالنهار الضعيف لمولود برج العقرب، بعتبر هذا النهار بيشكل نقطة حساسة عند مولود برج العقرب، خاصة إذا أنت بموقع مهم. إجمالا مواليد برج العقرب بيكونوا بمواقع مهمة أو أساسية بمحيطهم، لذلك انتبه اليوم على سمعتك، انتبه على كل كلمة بتقولها لما تضطر إنه حدا ينتقدك فيها، يناقضك فيها، وبالتالي بتضطر إنك تتراجع عنها، لكن كرامتك وكبريائك يمكن ما بيخلوك تتراجع عنها، فتطلع بالنتيجة إنه الناس عم بتناقشك وعم بتحاول إنه تفرجيك الخطأ اللي أنت ارتكبته. من أول الطريق تجنب اليوم المواقف الصعبة والمربكة. الأنشط مولود نوفمبر. بالنسبة لبرج القوس، بعتبر نهار كتير حلو لمولود برج القوس، بعكس هالثلاثين يوم اللي مرقوا، اليوم أول نهار بتنفس السعداء، أول نهار بيلاقي فعلا مولود برج القوس إنه في حظ
عم بيساعده. اجمالا مولود برج القوس منه من الاشخاص غير المحظوظين، الامور عندهم بالحياه بتوصل بسهوله، تقريبا الهدف اللي بحطه قدامه بيوصل له، هذا اذا فعلا حط هدف قدامه. اليوم هم الايام بتخلي مولود برج القوس او الناس من حول مولود برج القوس يحسوا انه امورهم ماشيه بسهوله. الاكثر حظا 24 25 نوفمبر. بالنسبه لبرج الجدي نهار منه للعب، يعني نهار مش لحتى تلتهي فيه، حتى الامور البسيطه اليوم بتخليك تفكر وتشتغل اكثر وتركز اكثر وتضاعف جهودك او بتشغلك اكثر. نهار يمكن التفاصيل المهمه بتلعب دور مهم. ورقه ناسيه، طابع ناسي، بيعمل كل الفرق، بتضيع نهارك اذا منك مشتلق لهيك تفاصيل. امور اداريه، ملفات قانونيه، مصرفيه، استشفائيه، ما تطلع من بيتك من دون اوراق الثبوتيه الكامله. الاكثر حظا 31 ديسمبر 1 كانون الثاني يناير. بالنسبه لبرج الدلو، روح على مقابلتك، روح على لقائك، لكن خليك منفتح، خذ وعطي، خلي الطريق سالكه بين الطرفين، لانه في لقاءات كثير مهمه بتسمح لك انك توصل الى تلاقي مع الاخرين، بتلتقي مع الناس، الناس بحبوك، الناس بيزقفوا لك، الناس بيشجعوك ورح يحبوا كثير افكارك. الاكثر انفعالا مولود كانون الثاني يناير. بالنسبه لبرج الحوت، مولود برج الحوت اليوم نهار عند مولود برج الحوت بده منك تعب، بده منك مش تعب، الكلمة الصحيحة هي بده اجتهاد، بده effort. لذلك ما تفكر انه نهار اليوم بدك تقعد تكتف ايديك، حتى من المستحسن انه اذا عندك مفكر انه نهارك روتيني، معلش قوم بنهارك الروتيني لكن سرعه شوي، ما حدا بيعرف شو بصير باخر تكي، في حدث او في مهمة بدك تقوم فيها بتخليك تركض وتستعجل. الاكثر انفعالا 17 18 اذار مارس، بختم مع مولود اليوم يلي بانتظاره سنه بيشتغل فيها اكثر على شهاداته، على خبراته، على طاقاته، على نفسيته، على روحانياته. هالامور بتخلي مولود اليوم يكبر وينضج اكثر داخليا. سبتمبر كانون الثاني يناير ايار مايو افضل الاشهر. الى اللقاء بكره مع ابراج جديده، باي باي.